تواجد داخل ميناء غزة البحري، وهذا الميناء ليس بالميناء العائم الذي أقامته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، والذي يبعد مسافة ليست بالبعيدة عن المنطقة التي نتواجد فيها، وهي منطقة البيدر الشيخ عجلين. وهذه المنطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية. الجيش الأمريكي أعلن صباح هذا اليوم إدخال أو إفراغ الحمولة الأولى من المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة. شاهدنا سويا عدد من البواخر الأمريكية التي وصلت بالفعل إلى مناطق ساحل مدينة غزة وشمالها، وأيضا فرغت تلك الحمولات في ذاك الممر المائي. احنا لقيتها بالشمال غزة، والمساعدات بدأت تمرق عن طريق الجنوب من رفح، وهلقيتها بدأت تيجي عن طريق السفن، وان شاء الله متأملين انها تمرق ويستفيد منها الشعب ان شاء الله، ومتأملين الاهم من كل هيك ان شاء الله تخلص الحرب وترجع الامور زي قبل ان شاء الله واحسن، هذا الاهم من كل شيء. طبعا بعد توقف السفن البحرية ايام في البحر، تم بفضل الله عز وجل مرور هذه السفن عبر البحر ووصولها إلى الميناء العائم، فإحنا بأمل نأمل من الله عز وجل أن تصل بأمن وسلام، وأن تصل إلى أماكن قطاع غزة، سكان قطاع غزة.